رحت عملت بطاقه التومين طلعت بيا انا والبنت. بعد كده اهوتي بقيت كنت نودي لها السكر مصر. بعد كده طلبت البطاقه لان هي العيش طلع في مصر وكان ايه تاخد عيش فعطتها لها بقى لها 3 سنين تاخدها. فانا داني السكر وتعبانه طلبت منها ازاز الزيت فما رضتش تدهاني. فطبعا دوزها قال احنا واخدين البطاقه غصب عنها. قمت انا ديت ايه حواله وعملت محضر وطلعت بطاقه برضه البطاقه طلعت بنفس الاسم انا وهي. بس حاليا لحد دلوقتي انا ما استلمتهاش. هي جت في شهر 4 تاخد البطاقه 4 و5 لقت البطاقه واقفه. انا كنت في الصعيد 24/4 ديت 10/5 ديت اخد الفيزا من دول اقبض بيها ما لقتهاش. طلعت على المعاشات قالوا لي ده الفيزا صرفت 450 من المكنه. فطبعا انا ما رضيتش اشتكيها ورضيتش اقول بنتي خدت لانها تقول انا قعدت اسبوع عند امي طلعتني ايه حراميه.